جميل قوي المكان ده يا عم سعد. ده الشونه اللي احنا بنعمل فيها المزادات تبيع البلح. مزادات يعني البلح. مزادات البلح، بتتجمع العملاء اللي هم المشترين، بتنزل طبعا العربيه بتتفرد على الارض حسب الرقم والعلامه اللي على كل مجموعه اشوله، وبتتفرز لوحدها، وبعدين بنبدا نعمل المزاد على كل مجموعه، بتتلم مجموعه من التجار المشترين، بنفتح المزاد، اللي بيزود اللي بيرسى عليه المزاد في الاخر بيشيل. وجمله مشهوره قوي دايما نقولها في نهايه المزاد، اول ما يرسي المزاد على واحد نقول خيط، عشان هيخيط شوال، او ننادي نقول خياط يجي خلاص يخيط شوال، ده طلع ياخد رقم باسم صاحبه. الله. تمام. طب انت شغال في البلح بس ولا شغال في اليميش كمان؟ لا شغال في اليميش حقيقه، لان انا موسم اليميش بالنسبه لي زي موسم انعقاد الامم المتحده. فعلا بشوف من كل دوله منتج هو بتتميز بيه البلد. طب قول لي بقى، عشان اليميش غالي جدا وما يتنصبش علينا، يعني ايه اجود الانواع اللي عندنا؟ افضل نوع في المشمشيه على مستوى العالم التركي. ها. افضل انواع الخروب القبرصي. ها. افضل انواع التين التركي والسوري. افضل انواع العرقسوس السوري والافغاني يليه. والفستق. افضل انواع الفستق والبندق واللوز الامريكي. افضل انواع الكاجو الفيتنامي. افضل انواع الاراسيا الارجنتيني والشيلي. وبعدين الاسباني، بس الاسباني بتبقى طريه شويه مش ماسكه نفسها. دي عصبه الامم. عصبه امم متحده. افضل انواع الكركديه المصري. حلو كويس، خلينا الاسواني بالذات نختتم يعني. بالكركديه. فيما عدا ذلك بلح. بلح اللي هو الاساس. عم سعد حضرتك وعدتني ان احنا لما نيجي هتوريني على اصناف البلح الاصلي بقى. تمام. واسمائه وانواعه. تمام. رغم ان حضرتك زي ما قلت لك ان عندنا اكثر من 65 صنف بلح، ولكن احنا ناخد بعض الاصناف الشائعه. بس قبل الاسماء التجاريه، الاصناف اللي المفروض ان نعرفها. عندنا السكوتي، وعندنا الجنديلة، وعندنا البرطمودة، وعندنا الملكابي، وعندنا الدجن، أسماء كتير، وعندنا الشامية. نسبة للحتت اللي هي جاية منها مثلا البلح؟ نعم، في منها ما هو نسبة إلى المكان اللي جاي منه البلح، وفي منها ما هو ده اسم تجاري سموه أهل المنطقة اللي بيزرعوا فيها، يعني زي برطمودة مثلا جاية من برطمودة، ودي منطقة في أسوان. في أسوان. بتنتج نوع من البلح الذي يؤكل أولا قبل استعماله في الخشاف. في مثلا بلح السكوتي ده جاي من الإقليم في النوبة. وبعض محافظات مدن اسوان زي كومومبو مثلا، في الجنديله، هو الصعيد سموها جنديله، هنقول عليها الجنديله لانها مخروطيه الشكل وتشبه القنديل، نازله مخروطه كده. جنديله عشان كده بالجيم. جنديله. في الملكابي، وده اسم نوبي على البلح السمراء الطويله الملسه، لكن سكرها تركيز شديد جدا ومعسله قوي. قصه بلح والله العظيم، انا منبهره يعني. الله يخليك. هو كله يندرج تحت بند البلح الابريم بالنسبه لقصر ابريم في النوبه. دي افضل مناطق تجفيف البلح في اسوان عامه، ولكن بتبقى النوعيات بتختلف من حيث الجوده والسعر حسب قوه البلحه وحلاوتها وجودتها، زي مثلا اللي قدامنا الصغيره دي. حلف يعني شمال الاطلنطي، بنسميها حلف شمال الاطلنطي على اساس. في بعد كده اوكرانيا. اوكرانيا هو طبعا نسبه للاحداث الجاريه يعني، ولكن هي واخده 25 جنيه. البلحه حلوه وكويسه زي ما اوكرانيا برضو حلوه وجميله. وفي سكر هانم، دي تركيز الله. سكر عالي قوي. البلحه منها بمقام تقريبا ربع كيلو من البلح الثاني، بلحه واحده تتحط في الكوبايه. وعندنا بوتين هنا ب 35 جنيه، واخد سعر عالي بصراحه، يعني قوي وعافي وشايف نفسه، ما حدش قادر عليه ومش اي حد يقدر يشتريه، فمدين له اسمه بوتين. بس انا معايا هنا محمد صلاح ب 40 جنيه. دي نوعيات ثانيه موجوده حضرتك. محمد صلاح 40 جنيه ما شاء الله. ياسمين صبري 30 جنيه. صبري طبعا بقلبه ومفتاح. والحاج الضوي ده قلب انا، ده والحاج الضوي كوميديان الصعيد الاول يعني. وعفريت مراتي ده اسمي المفضل. والله ده اسمه بلح المفضل. عشان انا وانا مروح هاخد منه. جدع جدع بالظبط كده. وكل سنه وحضرتك طيبه، والاسماء كتير والنوعيات كتير، والمهم الناس تبقى مبسوطه وتعيش رمضان، وكل رمضان وكل سنه وحضرتك. بس حضرتك يعني واضح ان انت يعني قارئ كويس، متابع كويس. بتحب بقى مزيكة ايه؟ بتحب السيما الاجنبي ولا المصري وانت بتتكلم لغات؟ شوفي حضرتك، هو العلم به ترقى الامم، دي ما فيش جدال. وطالما فيه متابعه علميه لكل احداث جاريه، دي تساعدنا انا سواء كان في الشغله دي او في شغلي الاساسي في الارشاد السياحي. تفتكر ان الانسان اللي عارف كل حاجه دمه اخف من البني ادم اللي مش عارف؟ لا، في وسط الناس يبقى دمه اتقل. مش نكتته حاضره كده؟ دي نكتته حاضره، بس هو اللي يستمتع بيها
الغير ربما ما يفهمهاش. انا عشان كده سالتك انت وحيد يا عم. يعني لحد انا والله بسمي نفسي الوحيد، يعني حتى انا بقول لهم كده اللي زي يعيش وحيد وهيموت وحيد يعني. يمكن مش عشان السبب ده، هو ربما كان اختلاف في الفكر، ولكن كل الناس على مستوى عالي جدا من الفكر والاخلاق والادب، بس قد اختلف معاهم وقد اتفق. بحب السينما العالميه. انا اسمع طبعا طبعا بحب مين؟ روبرت دينيرو، روبرت ميتشم، روبرت ميتشم والباتشينو وهامفري بوجرت، ده المفضل عندي. هامفري بوجرت بحب الافلام الفيلم نوع القديم وخصوصا الافلام، مش هنقول الاكشن، خصوصا الافلام المشتهره انها بوليسيه او انتليجنس يعني. طيب. دي الحاجات المفضله ليا. احنا اتبسطنا قوي قوي معاك النهارده، الله يخليك يا عم سعد. والله انا اسعد يا مدام، كل سنه وحضرتك طيبه. لما بشوفك بحس ان مصر جميله ومصر خير. رمضان كريم. الله اكرم. الله يخليك. بص احنا عندنا عاده لطيفه في البرنامج، عندنا زميلنا فنان بورتري بيعمل دايما بورتري للضيف بتاعنا، وبنديها له عشان يتذكرنا بالخير لما نمشي، تنساناش. يبقى اكيد الاستاذ عبد الله. عبد الله بالظبط. وادي البورتري بتاع حضرتك. جميل. شوف بقى هتعلقه في المخزن. الله ينور عليك يا استاذ عبد الله. ايوه تسلم ايدك يا ريس، كل سنه وانت طيب. لا ده هنعلقه على شوال بلح بقى. كل سنه وانت طيبين. وانت بألف صحة وسلامة. الله يخليك يا فندم. الاسم سعد ومهنته مرشد سياحي من سنين عد، ودي مهنة هو مارسها وورثها عن أبوه وعن جده. 30 سنة بيشتغل، 30 سنة بيدي، هو وأهل السوق إخوات وضهر في ضهر، من كل يوم واحد ولحد آخر الشهر يتلموا في الأفراح وتاخدهم الحكايات. مشروع حياتهم نجح، والسر جمعيات.